وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. هيا لكم المؤمنون مع آيات نصف الختام اتلوا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلام والعربي والمقيم بمسهلة مركز الصفحة بمحافظة الغربية. أسأل الله عز وجل التوفيق ولي ولكم حسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن فاسعوا إلى ذكر الله.
Oh, yeah.
محمد يجيب كما تحدد الشيخ محمد نفس الاداء بسم الله. نعم يا عم الحاج وافتح كده يا حبيبي تاني والله اليوم ده تاني ونفس الاداء عشان خاطر النبي يا شيخ. ما تستعجلش علينا الله وكلمة تستعجل ما تستعجلش علينا يا حبيبي. يا سلام. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة. أنا اسم محمد النبي. بسم الله أكبر يا شيخ وحدوه. إن إن في ذلك لعبرة. قولنا في عمرك. أخرج منها نباتها
الحلوة دي عليك يا حبيبي والله. نعم يا عم شوفوا دي. والجبال أرساها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. نعم يا سيدنا نعم. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى الله الرحمن الرحيم.
بسم الله. عليك. يا فن والله. الله. والله يا فنان قرآن يا شيخ محمد والله. نعم يا حبيبي. ونعمل أداء يا عم. وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الله أكبر. اللهم صل عليه. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا عليك يا سيدنا. الله يا استاذ. الله يا سيدنا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. الفاتحة. سم نور حماد. والله لقد صدق القائل زهى النور لما تدلت آيات الهدى وأبدت زهور الساعة خدم والردى وسمعت أمة التوحيد اهتز قلبها يردد أنغاما ولحنا مخلدا حماك الله يا خير طارئ لأعظم تنزيل على النبي محمدا. وهكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ
محمد يحيى الشطاوي وقارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والعلم الاسلامي والمقيم بمسهله مركز الصنقاء بمحافظه الغربيه. نقلت لكم عبر ياسين مبيتنا الاذاعيه الهندسه الصوتيه والاناره الحديثه صممت وركبت تحت اداره الحاج محمد رشاد سلام المقيم ببرهنتوش مركز السنبلاوي. بالاشتراك مع مخازن فرنشا الكبرى صممت وركبت تحت اداره اولاد الحاج نبوي المقيم بكفر غوق وبرهنتوش.